بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في المحاضرة الأولى من سلسلة المحاضرات الحية لمقرر المحاسبة المتقدمة في المستوى السابع محاسبة. طبعا بداية الصوت مسموع واضح؟ هل الصوت واضح للجميع؟ نعم، زين. إذا في هذا الفصل وعلى مدار 12 محاضرة بمشيئة الله نلتقي معكم لنتدارس معا مقرر المحاسبة المتقدمة حسب 411. طبعا هذا المقرر كما تعلمون من أهم المقررات بالنسبة لطلبة المحاسبة، فأهمية هذا المقرر تأتي من أنه يعالج قضايا محاسبية معاصرة. فالمحاسبة المتقدمة ثلاثة أجزاء، وقد تكون اطلعتم على المحاضرات الحية أو اللقاءات الحية مسجلة. فالجزء الأول عالجنا فيه شركات الأشخاص منذ تأسيسها إلى أن يتم تصفيتها. أما الجزء الثاني فتم معالجة الموضوعات المتعلقة بالمحاسبة في المنشآت ذات الفروع، وكيف تتم المعالجة المحاسبية في هذا النوع من المنشآت، والعمليات المتبادلة ما بين الفروع وما بين أيضا المركز والفروع التابعة له. في الجزء الثالث، هذا الجزء الأخير يعالج الموضوعات المتعلقة باندماج الأعمال وكذلك القوائم المالية الموحدة. إذن فهذا المقرر كما ذكرت أنه يعالج موضوعات ذات التماس كبير بالقضايا المحاسبية المعاصرة وكذلك بالمعايير المحاسبة الدولية. فبالنسبة لهذا المقرر كما هي بقية مواد ومقررات المحاسبة تحتاج إلى حضور المحاضرات الحية، فحضور المحاضرات الحية واللقاءات ضروري لأنه الأساس في وضع أسئلة الاختبار النهائي ما يطرح في اللقاءات الحية. وكما تعلمون أيضا أن المذاكرة تتضمن ثلاثة مراحل حتى يحصل الطالب على تقديرات ممتازة
يجب أن يهيئ نفسه للمحاضرة في المرحلة الأولى. فالتهيئة والتحضير المسبق للموضوعات التي يتم مناقشتها في الحلقة الحية أو المحاضرة الحية. ثم المرحلة الثانية وهي التركيز أثناء المحاضرة أيضا. والمرحلة الثالثة وهي المراجعة. بعد ما يحضر الطالب المحاضرة الحية يقوم بمراجعة ما تم طرحه في المحاضرة الحية. بذلك يكون استوفى الطالب المراحل الثلاثة وهي التهيئة والتركيز والمراجعة. فهذا يضمن أنه قد قام بترسيخ المعلومة في ذهنه. فنحن صوت يقطع عند الجميع. دعاء أنت من الجوال ولا من اللابتوب؟ نعم تمام، أعتقد أنه تمام، يعني يعطيني المؤشرات اللي عندي واضحة، يبدو أنه المشكلة عندك. إذن فالأساس كما ذكرت في حضور المحاضرات الحية، لأن الأسئلة الاختبار النهائي تأتي ما يعني 95% منها على ما يطرح في المحاضرات الحية. طبعا كان احنا يعني بالنسبة أيضا تم إنشاء منتدى لهذا المقرر. كما تعرفون أنتم في يعني أخذتم في مستويات سابقة مواد أيضا أخرى، وتم إنشاء منتدى. من خلال هذا المنتدى طبعا نلتقي بكم خارج نطاق المحاضرات الحية، والطالب اللي عنده استفسار أو عنده إشكالية معينة تتعلق في المقرر يا حبذا لو يتم طرحها في هذا المنتدى، وبالتالي نجيب إن شاء الله على أسئلتكم واستفساراتكم فيما يتعلق بهذا المقر. أيضا بالنسبة للمذكرة ما أدري أرفع لكم إياها ولا موجودة عندكم حصلتم عليها ولا أقوم برفعها في المنتدى. نعم إن شاء الله بمشيئة الله أرفعها لكم إن شاء الله نعم أنزلها في المنتدى بإذن الله بمشيئة الله، سوف نقوم بتنزيلها بملف بي دي اف ان شاء الله في المنتدى المذكرة في المقرر كامل حتى تستطيعوا مذاكرة ومراجعة ما تعلمناه، وايضا التحضير المسبق. هل اطلعتم على المحاضرات الحية واللقاءات الحية المسجلة؟ في احد اطلع على هذه المحاضرات او اللقاءات المسجلة؟ لا زين. إذن يعني الأغلب لم يطلع، يعني تقريبا هناك تشابه ما بين اللقاءات الحية المسجلة طبعا واللقاءات الحية هي استكمالا، يعني أنا اللي سجلت المحاضرات وبالتالي حتى في اللقاءات الحية يعني أقوم بإعطاء يعني معلومات بما يتم أو تم تسجيله في اللقاءات الحية. ف الآن يعني كما في كنا في المستويات السابقة أو في الفصول السابقة يعني الطلاب يقومون بالتحضير عادة، نحن عندنا تقريبا 12 حلقة على يعني في 30 لقاء حي تقريبا أو مسجل، يعني في كل محاضرة تقريبا ناخذ لقاءين او ثلاث من اللقاءات الحيه. ف يعني ما ادري انه في كل لقاء هل نعتمد على الشرح، يعني اعيد الشرح او اشرح الموضوعات اللي وردت في هذه الحلقات، او انه مباشره انتم تقوموا في عمليه التحضير المسبق ومن ثم نطرح اسئله على الموضوعات اللي سوف نناقشها.
فما ادري ايش اللي يعني تفضلون، هل تكون يعني على شكل لقاءات، أو نقوم بإعادة الشرح. طيب، إعادة الشرح، بس يعني قد يكون إعادة الشرح ما نستطيع أن نشرح كل شيء في المحاضرة، أنت تعرفون يعني وقت المحاضرة 45 دقيقة، يعني ممكن يعني رؤوس أقلام، ومن ثم نعطي طرح أسئلة. وأعتقد أنه في لديكم يعني ملفات الأسئلة من فصول سابقة، تمام، يعني بعض الأشياء اللي ممكن تحتاج، نعم، اللي تحتاج إلى إيضاح أو تفسير نقوم بتفسيرها، ومن ثم نقوم بطرح أسئلة، وهذه الأسئلة يعني تكون قريبة من الأسئلة التي تأتي في الاختبارات، وبالتالي الطالب يكون تمرس على أسئلة الاختبار، وما يكون هناك أي مفاجأة في بعض الأسئلة التي ترد في أسئلة الاختبار النهائي. تمام. فبالنسبة للجزء الأول في المحاضرة أو المقرر، كما ذكرت أن هذا الجزء يتناول يعني في 10 حلقات تقريبا مسجلة الموضوعات التي تعالج شركات الأشخاص. في هذا الجزء تم شرح الموضوعات التالية، وهي الأشكال المختلفة للتنظيمات الاقتصادية، ومن ثم تأسيس وإنشاء شركات الأشخاص، وبعد ذلك انتقلنا إلى المعالجة الحسابية للحسابات الشخصية للشركاء، ومن ثم زيادة وتخفيض رأس المال، وبعد ذلك التعديل على عقد الشركة، انضمام وانسحاب شريك، ومن ثم الموضوع الأخير اللي يتعلق بحل وتصفية شركات التضامن. وتم شرح هذه الموضوعات في ال10 حلقات الأولى المسجلة، وحنا في تقريبا يعني 4 لقاءات حية، يعني نكون ننتهي من هذا الجزء، أو 3 لقاءات حتى ننتهي من هذا الجزء المتعلق بشركات الأشخاص. طبعا بالنسبة للتنظيمات أو الأشكال المختلفة للتنظيمات الاقتصادية، طبعا كما تعلمون أن الشركات أصلا ظهرت بعد ظهور الثورة الصناعية، يعني هي التي كانت الأساس في ظهور الشركات، وذلك نظرا للاحتياجات الرأسمالية لمزيد من الأشخاص، لأن شخص واحد كان غير قادر على الإيفاء بمتطلبات هذه الشركة، وبالتالي ظهرت هذه الشركة. طبعا بالنسبة للشركة، كما تعلمون أن نظام الشركات السعودي لعام 2015 قام بتعريف الشركة على أنها عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر. إذن الشركة، حتى نقول أن هذه الشركة يجب أن يكون عندي شخصان فأكثر. طيب، قد يسأل أحدكم سؤال، طيب احنا أخذنا مثلا في المحاسبة مبادئ المحاسبة المشروع الفردي، طيب كنا نقول للشركة، هل المشروع الفردي شركة؟ لا، يطلق عليه اسم نظام الشركات السعودي اسم المشروع الفردي وليس اسم شركة، لأن الشركة من التشارك، والتشارك يتطلب أن يكون هناك شخصان فأكثر. إذا الشركة اللي يكون صاحبها واحد نقول عنها مشروع فردي وليس شركة. إذن يلتقي بمقتضاه شخصان أو أكثر، طبعا بأن يساهم كل منهم
في مشروع يستهدف الربح. تلاحظون أيضا من هذا التعريف أن هناك مساهمة في كل شخص من الشركان أو الأكثر بمساهمة يقدمها وهي تسمى رأس المال في المصطلح المحاسبي أو المالي. طبعا يستهدف الربح في هذا المشروع، يكون يهدف إلى الربح طبعا لاقتسام ما ينشأ عن هذه الشركة من ربح أو هذا المشروع من ربح أو خسارة. تلاحظون أيضا تقديم الحصة المساهمة اللي يقدمها أحد الشركاء قد تكون مال أو عمل، إذا النوعين إما مال أو إما عمل، وسنأخذ في هذا الجزئية المعالجة لكيفية تقديم حصة رأس المال سواء كانت مال أو عمل. أيضا الشخصية المعنوية أو الاعتبارية، طبعا ما يميز الشركة بأنها تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة عن أصحابها أو عن مالكيها، وبالتالي تستمر هذه الشخصية منذ أن يبدأ تأسيس الشركة إلى أن يتم تصفيتها، فتكون الشخصية منفصلة، شخصية الشركة عن شخصية أصحابها، وبالتالي يتم التقاضي باسمها ورفع قضايا باسمها ولها ذمة مالية منفصلة عن ذمة أصحابها، وهذا ما هو مقصود بالشخصية الاعتبارية. طبعا بالنسبة لتقسيم أنواع الشركات، في عندي هناك معيارين للتقسيم، المعيار العام والمعيار القانوني، المعيار العام والمعيار القانوني. طبعا بشكل عام تقسم الشركات إلى شركات مدنية وتجارية بموجب هذا التصنيف، التصنيف العام. فالشركات المدنية طبعا هنا ليس هناك خلاف بينها وبين الشركات التجارية من حيث طبيعة الشركة وأهداف الشركة التي تهدف إلى تحقيق الربح، إلا أن الهدف، إلا أن الاختلاف في غرض الشركة. فالشركة المدنية تمارس أعمال مدنية، والشركة التجارية تمارس أعمال تجارية. الآن هناك معيارين للتفريق ما بين الشركات المدنية والشركات التجارية. طبعا اليوم في المحاضرة الأولى يعني أحاول أشرح لأن المذكرة مو عندكم، وبالتالي يعني أعرض عليكم الباوربوينت، وبالتالي يعني نقوم بشرح في المحاضرة الأولى، وإن شاء الله ابتداء من المحاضرة القادمة لما تكون المذكرة معكم نبدأ بعملية الشرح باختصار ومن ثم طرح الأسئلة. فالشركات إذا نوعين كما ذكرت، مدنية وتجارية. الآن المعايير، هناك معيارين للتمييز ما بين الشركات المدنية والشركات التجارية. عندي المعيار الأول معيار موضوعي والمعيار الشكلي، ويجب على الطالب أن يفرق ما بين المعيار الموضوعي والمعيار الشكلي. المعيار الموضوعي ينظر إلى طبيعة نشاط الشركة، أما المعيار الشكلي فينظر إلى الشكل العام للشركة، فبغض النظر عن الغرض الذي انشأت من أجله. فإذا كان شكلها تجارية تعتبر شركة تجارية. فالموضوع لا، الموضوع ينظر إلى غرض النشاط للزاوية، هل تزاول نشاط مدني أو نشاط تجاري، ومن خلالها يتم الحكم على الشركة هل هي تمارس نشاطا تجاريا أو نشاط مدني. أما التصنيف الثاني فهو حسب التصنيف القانوني وليس العام. فوفقا لنظام الشركات، صنف النظام السعودي الشركات إلى شركات أشخاص وشركات أموال. طبعا شركات الأشخاص من اسمها أشخاص، أي أنها تقوم على الاعتبار الشخصي. الاعتبار الشخصي يعني العلاقة الشخصية ما بين الشركاء، فالشركاء هنا في هذا النوع من الشركات يعرفون بعضهم بعض وتربطهم علاقات شخصية، لذلك سميت هذا النوع من الشركات بشركات الأشخاص، وقد يكون أقارب أو أصدقاء أو غير ذلك من العلاقات الشخصية.
بينما شركات الأموال لا، لا تقوم على الاعتبار الشخصي وإنما تقوم على الاعتبار المالي، أي أن الاعتبار الرئيسي في تكوين وتأسيس هذا النوع من الشركات هو المال أو الأموال التي يقدمها كل شخص بغض النظر عن شخصياتهم وميولهم. يعني في شركات الأموال الشركاء لا يعرفون بعضهم بعض، وبالتالي أنت تروح الآن تشتري من السوق المالي أسهم وتصبح شريك في هذه الشركة ولا تعرف بقية الشركاء، وبالتالي العلاقة في هذا النوع من الشركات هي العلاقة المالية وليس العلاقة الشخصية كما في شركات الأموال. طبعا شركات الأشخاص تقسم إلى عدة أنواع، وكذلك شركات الأموال تقسم إلى عدة أنواع كما في هذا التصنيف. الآن بالنسبة إلى شركات الأشخاص، وهي شركات التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصن، طبعا سوف نأتي على ذكر هذا النوع من الشركات. أما شركات الأموال فهي الشركة المساهمة والشركة المساهمة المحدود، الشركة المساهمة المحدود. إن حنا في موضوعاتنا اللي حنا نأخذها في هذا المقرر هو المعالجة في شركات الأشخاص، لأن شركات الأموال في المستوى الثامن، في المستوى الثامن المحاسبة في المنشآت المالية تدرسونها في المستوى الثامن في هذا النوع من الشركات الجزء الثاني. حنا في هذا المقرر نتطرق إلى الجزء الأول وهي شركات الأشخاص، وهي ثلاثة أنواع: شركة تضامن، شركة توصية بسيطة، وشركة المحاصن. إذا نأتي إلى شركات الأشخاص، كما ذكرت ثلاثة أنواع. فشركة أول نوع شركة التضامن، طبعا هذا أكثر الأنواع شيوعا وانتشارا ما بين شركات الأشخاص. فشركات التضامن تتكون من شريكين، هذين الشريكين يكونان متضامنان في جميع أموالهم عن ديون الشركة، أي حتى أموالهم الشخصية تكون ضامنة لديون الشركة. يعني ديونهم أموالهم الخاصة ممتلكاتهم نعود عليها إذا لم تكفي أموال الشركة لسداد الديون، لذلك سميت هذا النوع بشركة التضامن. أما شركة التوصية البسيطة، فالتوصية البسيطة تختلف عن شركة التضامن في أن شركة التضامن جميع الشركاء متضامنين في الشركة، مسؤولين مسؤولية كاملة عن ديون والتزامات الشركة، بينما في شركة التوصية البسيطة هذا النوع من الشركات يتكون من فريقين من الشركاء، فريق متضامن وفريق موصي. فالمتضامن الشريك المتضامن مسؤول مسؤولية كاملة كما في شركة التضامن، أما الشريك الموصي فهو مسؤول بقدر حصته ومساهمته في رأس المال فقط، يعني أكثر شيء يخسره هو رأس ماله، بالعكس الشريك المتضامن الذي نعود على أمواله وممتلكاته الخاصة. وبالتالي في هذا النوع من الشركات لا يحق للشريك الموصي إدارة الشركة وإلى أيضا إلى المشاركة في مجلس الإدارة والتصويت وغيرها من القضايا المتعلقة بإدارة الشركة الأشخاص. النوع الثالث هو شركة المحاصة، طبعا هذا النوع ما راح نتطرق له احنا في هذا المقرر، لأن أصلا يعني هذا ليس فيه أي معالجة محاسبية. فهذا النوع من الشركات هي شركة مستترة غير ظاهرة للعيان ولا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وإنما هي اتفاق بين شخصين يحققان مثلا عملية معينة. يعني على سبيل المثال لا ينطبق الشروط السابقة التي ذكرناها في شركة التضامن، يعني ليس هناك تسجيل لعقد الشركة و
تسجيل ربح وتسجيل، هو ينطبق عليها مفهوم شركات الأشخاص أو مفهوم الشركة بشكل عام، ولكن ليس لها أي اعتبار مالي، وبذلك لا ليس هناك أي تسجيل محاسبي في هذا النوع من الشركات. على سبيل المثال قد يتفق شخصين مثلا مباشرة على شراء بضاعة مثلا ثم بيعها بالسوق، إذن هناك ما ينطبق مفهوم الشركة على هؤلاء الشخصين، أنهم قاموا بالاتفاق ما بينهم، إذن هناك اتفاقية، ساهم كل واحد فيهم، باعوا البضاعة، يتقاسموا البضاعة من ربح اللي ورد على هذه البضاعة، وبالتالي كمفهوم عام للشركة ينطبق عليهم، ولكن ليس هناك أي تسجيل، لأن حتى نقضي هذه الشركة بمجرد بيع البضاعة وكل واحد يتقاسم الربح ويذهب كلهم في طريق، وبالتالي ليس هناك تسجيل لهذه الشركة في وزارة الصناعة والتجارة أو في سجل الشركات، وإنما هي مستترة ولا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالتالي محاسبيا ليس هناك أي معالجة محاسبية في مثل هذا النوع أو لأي هذا النوع من الشركات. هذه الأشكال الثلاثة للشركات الأشخاص. أيضا خصائص شركات الأشخاص، هناك مجموعة من الخصائص العامة لشركات الأشخاص، طبعا تشترك هذا الخصائص في شركات الأشخاص بشكل عام، فعلى سبيل المثال يتكون اسم الشركة عادة من أحد أسماء الشركاء المتضامنين. طبعا نشوف حنا يعني بالمحلات التجارية مرات بالشوارع شركة فلان وشريكه وشركة أحمد وشريكه وشركة محمد زيد عبيد وشركة، وبالتالي هذه يعني تضاف اسم أحد الشركاء ثم تضاف عبارة شريكه، وبالتالي هذه هي عبارة عن شركات أشخاص. أيضا ما يميز شركات الأشخاص عن غيرها من الشركات في أن حصص الشركاء غير قابل للتداول. يعني ما معنى قابل للتداول؟ يعني أن يتم مثلا على سبيل المثال طرحها في السوق المالي وبالتالي يتم شراءها، أي أن رأس المال لا يتم بيعه وشراءه إلا طبعا بموافقة جميع الشركاء الآخرين، يتم التنازل عن حصة في الشركة ولكن بموافقة جميع الشركاء، ليس كما في شركات الأموال يتم تداول رأس المال بالسوق المالي بيعا وشراء. أيضا الخاصية الثالثة، الشريك المتضامن مسؤول مسؤولية كاملة كما ذكرنا عن ديون والتزامات الشركة، وبالتالي ليس هناك شخصية أو ديون خاصة أو أموال خاصة نأخذها ونحجز عليها ثم نقوم بسداد ديون الشركة. إذا كان هناك أي التزام على الشركة أي ديون لم تكتفي أو لم تكفي أموال الشركة لسداد هذه الالتزامات، نعود على الأموال الخاصة وممتلكات الأشخاص الضامنين لهذه الشركة، سياراتهم بيوتهم وغيرها من الأموال الخاصة، لأن هذا النوع من الشركات سمي بشركات الأشخاص لأنه يقوم اعتبار الشخصي، وهناك طبعا الشريك المتضامن مسؤولية مسؤولية كاملة، بينما الشريك الموصي كما ذكرنا لا، بمقدار ما مساهمته في رأس المال أو بمقدار حصته في رأس المال. ملخص عقد الشركة، طبعا تلاحظون يعني من أهم ما يكون في مكتوب في عقد الشركة اسم الشركة وغرضها والمركز الرئيسي وفروعها اللي وجدت، أيضا أسماء الشركاء ومحل إقاماتهم وجنسياتهم، أيضا رأس مال الشركة وقيمة الحصص المقدمة من قبل الشركاء وكذلك تاريخ استحقاقها وكيفية أو كيف يتم توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء، ومن ثم أسماء المدراء ومن لهم الحق في التوقيع نيابة عن الشركة، وكذلك تاريخ تأسيس الشركة ومدتها والغرض منها، ثم بدء السنة المالية وتاريخ انتهاء. هذا يعني أكثر شيء قد تشمل عليه شركات الأشخاص في عقدها، أو الأشياء اللي ممكن أنها تشمل عليها عقد شركات الأشخاص. طبعا هذا اللي قدمناه أيضا ما ورد
في الحلقة الأولى المسجلة في الحلقات المسجلة ما ورد في المحاضرة أو الحلقة الأولى. طبعا بالنسبة لي أيضا اللي وردت في المحاضرة الثانية أو اللقاء الثاني هو المعالجة المحاسبية، الموضوع الأول في تكوين وتأسيس شركات الأشخاص. طبعا بالنسبة لتكوين شركات الأشخاص كما ذكرنا، تعرفون مفهوم رأس المال، مفهوم رأس المال، رأس المال هو عبارة عن مجموع الأصول اللي يقدمها الشريك مطروحا منها الالتزامات المقدمة. يعني إذا قدم الشريك أصول والتزامات فإن الأصول المقدمة ناقص الالتزامات هي عبارة عن رأس مال الشركة. طبعا كما تعرفون في معادلة الميزانية اللي درستموها أو معادلة محاسبية في درستموها في مبادئ محاسبة واحد، وهي الأصول تساوي الالتزامات زائدا حقوق الملكية. هذه المعادلة المحاسبية اللي درستموها في مبادئ المحاسبة. الآن كما ذكرنا أن حصة الشريك أو رأس مال الشريك هو عبارة عن الأصول ناقصا الالتزامات المقدمة. فهنا في المعادلة السابقة لو قلنا الأصول ناقصا الالتزامات هذه تساوي حقوق الملكية، الأصول ناقصا الالتزامات تساوي حقوق الملكية، وبالتالي رأس المال يساوي حقوق الملكية، والأصول ناقص الالتزامات نطلق عليها دائما اسم صافي الأصول، صافي الأصول، فصافي الأصول تساوي حقوق الملكية. الأصول ناقص الالتزامات نطلق عليها اسم أو مصطلح صافي الأصول، وبالتالي رأس المال عبارة عن الأصول ناقص الالتزامات أو عبارة عن صافي الأصول. أما عن المعالجة المحاسبية لتكوين شركات الأشخاص فكما ذكرنا في مفهوم الشركات الأشخاص أو مفهوم الشركات بشكل عام لأنه عبارة عن عقد يلتزم بمقتضاه شريكان أو أكثر بأن يقدم كل واحد منهم حصة، وأيضا له الحق في تقاسم ما ينتج عن هذه الشركة من أرباح وخسائر. فبعد أن يتفق الشركاء في تقديم حصة كل منهم في رأس المال، وتوضع عادة في إما في صندوق الشركة أو في البنك، وتصبح تحت تصرف الشركة. فرأس المال اللي قدمه كل شريك في شركة الأشخاص يأخذ ثلاث أشكال، إما أن يكون نقدا أو عينا أو مشروع فردي. إذن الشريك قد يقدم حصة كامل نقدا كاش أو عينا، العين المقصود فيها أصول، أصل على سبيل المثال قد يقدم سيارة، أراضي، مبنى، آلات، معدات، نعم أحسن يا عبد الرحمن. إذن يقدم أصل ممكن حصة أو أصول، أو يقدم مشروع فردي كامل، منشأة فردية
هذه الحالات اللي تم من خلالها سداد رأس المال في شركات الأشخاص. راح نتناول كيفية المعالجة المحاسبية لكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة، إما أن يكون السداد النقدي أو السداد بتقديم بعض الأصول أو السداد بتقديم أصول والتزامات منشأة فردية. أولا دفع رأس المال نقدا، طبعا عند تقديم كل شخص حصته أو كل شريك حصته في رأس المال نقدا، يعني يتفق الشركاء مثلا على تأسيس شركة وكل شخص يقوم بتقديم حصته نقدا، إما أن يتم وضعها في البنك أو يتم وضعها مثلا في صندوق الشركة، فعندها نسجل بكل شريك حصته في رأس المال من حساب الصندوق إذا دفع في صندوق الشركة إلى حساب رأس المال الشريك، أو إذا تم إيداعهم في البنك من حساب البنك إلى حساب رأس مال الشريك. فهذا قيد تأسيس وتكوين شركة الأشخاص إذا تمت عملية التقديم نقدا. في هناك مثال تلاحظون، قرر الشركان ألف وباء إنشاء شركة تضامن برأس مال قدره 1,000,000 ريال نقدا مقسم بينهما بالتساوي، تم إيداعه في البنك. أن رأس مال الشركة 1,000,000 انقسم بين الشريكين بالتساوي، إذن حصت كل شريك 500,000، إذن أودعناه في البنك 1,000,000 ريال، سجلنا 1,000,000 ريال من حساب البنك إلى حساب 500,000 رأس مال الشريك ألف و 500,000 رأس مال الشريك باء. وهذا القيد هو قيد تكوين وتأسيس شركة التضامن. إذن هذا عند تقديم نقد. في هذا المثال أيضا اختلاف الحصة ليس بالتساوي. الآن عندي شركين ألف وباء في شركة تضامن برأس مال قدره 300,000 ريال موزع بينهما بنسبة 2:1، يعني الشريك ألف حصتين والشريك باء حصة واحدة بنسبة 2:1 أفضل 2:1، يعني الشريك ألف له حصتان والشريك باء له حصة واحدة. إذن فمجموع الحصص للشركة كاملة 3 حصص، الشريك ألف له حصتان والشريك باء له حصة واحدة، فإذن حساب المجموع الحصص 3. الآن ضربنا 300,000 وهو رأس المال الكلي للشركة في حصة الشريك ألف وهو حصتين من 3 حصص، في 2:3، إذن 200,000 ريال. أما الشريك باء فله حصة واحدة، وبالتالي ضربنا 300,000 في 1:3، طلع عندي 100,000 ريال. إذن حيتم تسجيل قيد في دفتر اليومية، الشريك ألف أودع حصته في البنك، إذن حساب البنك 200,000، الشريك باء دفع حصته أودع في صندوق الشركة، إذن 200,000 من حساب البنك إلى 200,000 حساب رأس مال الشريك ألف، 100,000 من حساب الصندوق إلى 100,000 حساب رأس مال الشريك باء. هذا عند اختلاف الحصص، واضحة؟ واضح. زين. تمام. الآن عند تقديم أو دفع رأس المال بتقديم بعض الأصول، تلاحظون عندي الشركان ألف وباء
قرر إنشاء شركة تضامن برأس مال قدره مليون ريال يقسم بينهما بالتساوي على أن يحول ألف ملكية الأراضي اللي يملكها 500,000 ريال إلى ملكية الشركة. أما باء فيحول السيارات التي يملكها بقيمة 300,000 ريال ويسدد الفرق بشيك. إذن عندي مليون مقسم بينهما بالتساوي، إذن كل شريك حصته 500,000 ريال. ألف حول لنا أراضي بقيمة 500,000 ريال، إذن سجل قيد 500,000 ريال من حساب الأراضي إلى رأس مال الشريك ألف 500,000 ريال. شريك باء قدم لنا سيارات ولكن قيمتها أقل من حصته 500,000، قدم لنا سيارات بقيمة 300,000. إذن كم يبقى عليه؟ يبقى عليه 200,000 ريال يجب أن يسددها نقدا أو بشيك كما ذكر في المثال. وبالتالي حيكون عندي 200,000 من حساب البنك، 300,000 من حساب السيارات، إلى 500,000 رأس مال الشريك به. إذن هذا قيد عند تقديم أصول وخصوم منشأة فردية. في المحاضرة الماضية أو القادمة إن شاء الله نستكمل الموضوعات المتعلقة بالمنشأة الفردية عند تقديم أحد الشركاء مشروع المنشأة الفردية. إذن الآن نتوقف إلى هنا في هذه المحاضرة. هل هناك تساؤل؟ في أي سؤال على محاضرتنا؟ طبعا إن شاء الله أنزلكم المذكرة. محاضرتنا التالية حتكون يوم، المحاضرة القادمة أي يوم؟ عارفين المواعيد؟ الأربعاء. الأربعاء في نفس هذا الموعد، في نفس هذا الموعد في الساعة 3:45 بمشيئة الله. أعزائي الطلبة، إلى هنا ينتهي اللقاء بكم لهذا اليوم، إلى أن ألتقيكم في المحاضرة القادمة بمشيئة الله. لكم مني أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.